دلوقتي بقى احنا معانا موهبه جديده وقت كورونا طبعا كانت ورا اكتشافها. في 3 سنين قدرت ان هي تنمي موهبتها وحصلت على عدد كبير من الجوائز وبقت كمان سفير للثقافه الصينيه في مصر بعد ما فازت في عدد كبير من المسابقات. صحيح يا شاذلي، خلينا نتعرف مع حضراتكم اكتر على هذه الموهبه الصغيره حبيبه محمد قط في التقرير اللي جاي، وبعدين نرجع لكم مره ثانيه. مبدعون صغار نجحوا رغم صغر سنهم في اجتياز منافسات عالمية ليرفعوا اسم مصر في العديد من المسابقات الدولية، منهم المبدعة الصغيرة حبيبة محمد قطب. حبيبة التي أصيبت أثناء العزل الطبي بفيروس كورونا استطاعت أثناء تلك الفترة أن تجعلها فرصة لتكتشف حبها وعشقها للرسم، وهنا تنطلق حبيبة وهي في 12 من عمرها نحو اكتشاف الفرشة والألوان لتبدع في رسم أجمل اللوحات. وخلال 3 سنوات استطاعت حبيبة أن تطور من موهبتها بشكل كبير، وشاركت في عدد كبير من الفعاليات والأنشطة الثقافية والمسابقات الدولية داخل وخارج مصر. نجحت حبيبة في الفوز بالعديد من المسابقات، أبرزها مسابقة السفير الصغير للثقافة بالصين، والتقت حينها بوزير الثقافة والسياحة الصيني خلال زيارته لمصر، وألقت السفيرة الصغيرة كلمة باللغة الصينية كانت محل إعجاب من الوفد الصيني. كما فازت حبيبة بجائزة حلمي لرسومات الشباب الأفارقة بعمل تحت عنوان لا تتوقف عن الحلم، لتواصل حلمها في أن تكون فنانة عالمية. احنا معانا دلوقتي الفنانة حبيبة محمد على تليفون. صباح الخير عليك يا حبيبة. صباح النور، عاملة ايه؟ الحمد لله. ايه الجمال والحلاوة دي؟ شكرا لحضرتك على المقدمة الجميلة دي. احنا اللي مبسوطين بيك والله بوجودك معانا النهاردة. شكرا حبيبة. طبعا احنا مبسوطين ان انت معانا النهاردة في صباح الخير يا مصر، بس خلينا بقى نتعرف عليكي اكتر ونعرف المشاهدين عليكي. عندك كام سنة؟ بتدرسي في سنة كام؟ احكي لنا كده شوية عن حبيبة. انا عندي 15 سنة وفي اولى ثانوي. انت منين يا حبيبة؟ من القاهرة. طيب امتى بداتي ترسمي يا حبيبة؟ انا جالي كورونا في الموجة الثانية. انت اللي جالك؟ ايه؟ انت اللي تعبتي من كورونا؟ ايوه. اه انا جالي كورونا في الموجة الثانية، وخلال فترة التعافي كنت برسم وما اكتشفت موهبتي، واكتشفت كمان حب للرسم. وبعد بقى يا حبيبه ما اكتشفت ان انت بتحبي الرسم واكتشفت موهبتك، ايه اللي حصل بقى؟ ماما وبابا شجعوني وابتديت ارسم مع ميس ساندي في المدرسه، وبعدها ميس سمر شجعتني، وكانوا ملاحظين اني بتطور بسرعه، واشتركت مع اداره الموهوبين بالقاهره دكتور عز وميس ايناس في مسابقات مختلفه، وكنت بكسب مراكز على مستوى اداره من القاهره. يعني انت من سنتين بس قدرتي تشتركي في كل هذه المسابقات وتفوزي كمان؟ اه. وما كانش في رسم خالص قبل كده وانت صغيره؟ لا، هو كان حاجات بسيطه. طيب قولي لنا على المسابقات بقى اللي اشتركت فيه. انا كسبت في مسابقات كتيره تبع اداره الموهوبين، ولكن كان فيها مسابقه مميزه اي لاف باندا. وكسبت فيها مركز اول مرحله اعداديه من ضمن 500 لوحه على مستوى الجمهوريه، ومسابقه سفير الثقافه الصغير وكسبت مركز اول، وجات لي دعوه للسفر للصين، وان شاء الله عندي تكريم في السفاره، ودخلت مسابقه رسم حر للسفاره الصينيه اسمها حلمي الى الفضاء، وكانت المسابقه على مستوى الدول التعاون الافريقي، وكسبت مركز ثالث على مستوى افريقيا. ما شاء الله. لا طب احكي لنا بقى يا حبيبه على سفريتك في الصين دي. وانا حضرتك لغيت موضوع السفر بسبب ان كان عليا انا فلوس التذكره، فما قدرتش انا اروح. طيب وانت بقى قولي لي، لما يعني بعد ما قدرتي تفوزي بكل المسابقات دي وانت لسه ابتديه، من ما فيش يعني يعتبر وقت قليل، مش كتير، سنتين مش كتير، قولي لي انت بقى قدرتي تدربي نفسك ازاي؟ يعني هل بس فكره ان انت اتدربتي اكتر في المدرسه، ولا خدتي كورسات تانية، او روحتي اماكن تانية تتعلمي الرسم، ولا انت اللي قعدتي تدربي نفسك؟ احكي لي كده اللي حصل.
هو الاول كنت دايما بشغل بجهز مع اليوتيوب وبعلم نفسي، ومع الوقت كنت بتطور وبتعلم بعدين في مدرسه مع المدرسه بتاعتي ومستندي، وبعد مع الوقت بقى بدات ان انا ايديا تتحسن ورحت بقى مكتبه مصر العامه وخدت فيها كورس. دي مامتك اللي جنبك يا حبيبه؟ اه طبعا، تسلم لنا عليها وقولي لها صباح الخير، ويعني بنحييها الحقيقه على مجهودها معاكي وبنشكرها اكيد. ده احنا كمان عايزين نعرف حاجه بقى، يعني اخبار الرسم والمذاكره، يعني انت المفروض في الدراسه، فاخبار بقى ازاي بتخصصي وقت للرسم وانت عندك مذاكره؟ هل مثلا في مره قاعده بترسمي كده فمامتك جت تقول لك لا مش وقت احنا عندنا مذاكره؟ هي ماما كانت دايما يعني اوقات في الدراسه كانت دايما بتبقى مضغوطه، فانا كنت برسم بخرج الضغط اللي فيا، فعشان كده ماما كانت بتسمح لي اني ارسم وفي نفس الوقت ارتاح نفسيا من الدراسه وكمان اتطور كمان عشان ما اسيبش ايدي خالص في الكرشه. ده بيشجعك كمان على المذاكره بالمناسبه، يعني انك تفصلي حتى من جو الدراسه شويه وترجعي تعملي حاجه انت بتحبيها فتقدري تذاكري، يكون في تركيز بعد كده. حبيبه انت اولى ثانوي، السنه الجايه ثانويه عامه صح؟ ان شاء الله. طيب قولي لنا بقى جاهزه، عارفه انت حابه تعملي ايه، حابه تكملي في ايه بعد كده؟ جاهزه ان شاء الله. لا انا عايز اعرف بقى مامتك اللي قاعده جنب جابت لك هديه ايه بقى لما انت خدتي المسابقات دي، لما فزتي بقى جابوا لك هديه ايه؟ جابوا لي ما جابوش حاجه. طب ما احنا لازم نشجعها يا جماعه، فانها كسبت، دي حاجه كويسه جدا. ازي حضرتك؟ انا فرحتي ان هو ليا. طيب مامت حبيبه يعني ممكن برضو نصبح عليها كده، صباح الخير على حضرتك. صباح النور، ازي حضرتك؟ اهلا بيكي، منورانا. منوره بيكم، وانا فرحانه جدا ان حضراتكم تواصلتم معانا صراحه. احنا طبعا مبسوطين بيكي، وموهبه حبيبه يعني ما شاء الله موهبه تستحق ان هي يتم تسليط الضوء عليها، بس حابين نعرف منك بقى يعني حبيبه فكره ان انت شجعتيها ولقيتي ان هي عندها موهبه الرسم، قررتي ان انت تبتدي تطوري الموهبه دي، عايزه اعرف منك كده ازاي ابتديتي تتحركي؟ يعني في امهات ممكن تخاف او تقول خلاص هي بترسم في البيت خليها تقعد تسلي وقتها كده وخلاص، يعني خاصه انها داخله على ثانويه عامه، واحنا معروف ان احنا عندنا ثانويه عامه دي معسكر. طبعا هي سبحان الله ساعه فتره الكورونا فعلا هي لما كانت بتتعافى انا اتفاجئت ان هي ما شاء الله مستواها كويس جدا في الرسم، يعني اللي هي يجي منها، فابتديت ان انا ادعمها بقى مع المدرسه في المدرسه. حضرتك طبعا بترسمي كمان؟ لا انا مش بعرف ارسم، لكن بعرف اعمل حاجات تانية غير الرسم، شغل الارض، لكن مش بعرف ارسم. فهي ما شاء الله يعني فاجئتني بقى ان هي بتحكي حكايه مع كل رسمه، يعني كانت تيجي تقول لي يا ماما الرسمه دي معناها كذا كذا ومش عارفه ايه، فلفتت نظري. يعني هي فاهمه كمان معاني الرسومات، مش مجرد ان هي بتشوف رسمه مثلا موجوده في اي مكان فبترسمها. انا حابه ان حضرتك حبيبه تقول لحضرتك معنى الرسومات اللي كتبتيها. طيب قبل ما تقول لنا معنى الرسومات، حاضر هنسمع منها طبعا معنى الرسومات، لكن قبلها هل ليها اخوات حبيبه؟ ليها اخوات؟ ليها اخوات حبيبه. طيب. الكبيره وعندها اخوها في سته ابتدائي، رايح سته ابتدائي، واخوها طب الصغير. طب ما نجرب دلوقتي بقى نكتشف، ما جايز يكون هم كمان موهوبين واحنا مش عارفين، بدل ما نستنى. بقى محمود الصغير بيقعد جنبها ويمسك الفرشه ويقعد يرسم، وبيرسم كويس على سنه يعني. على سنه ما شاء الله. طب كويس والله ما شاء الله. طيب خلي بقى حبيبه تقول لنا معنى الرسومات. طب حبيبه مع حضرتك، اتفضلي. سلام. ازيك يا حبيبه مره ثانيه؟ ازي حضرتك؟ اهلا بيكي حبيبتي، قولي لي بقى ايه معنى الرسومات دي؟ اختاري لنا رسمه كده وقولي لنا. انا كل لوحه عندي ليها قصه وحكايه بحب اعيشها وانا برسم. لوحه الباندا بتعبر عن حب للباندا. دورت ليها عن رموز الحب للباندا. جبت ايديه مرتبطين بشكل قلب، وحبيت احط جواها الباندا لان الباندا مهدد بالانقراض ونحاول نحميه. طب الرسمه هنا. طيب دي احنا عارفين الباندا دي حبك للباندا، في رسمه كده بنت شعرها ازرق حلوه قوي برضو، دي معناها ايه بقى، ايه قصتها؟ دي اسمها عروسه النيل، سميتها عروسه النيل لان كان زمان الفراعنه كانوا بيقدسوا النيل. فكانوا هم بينقوا البنات العذراء الجميلات ويقدموها قربان للنيل، فكانوا بيرموها في النيل، فجبت البنت الجميله اللي في النيل يعني، وحبيت احط جواها حواليها السمك في يعني دي نقول دي رسمه عروس النيل مثلا. بالظبط. يعني حبيبه انا عايزه اقول لك ان الرسمه دي حلوه قوي، يعني ما شاء الله عجباني قوي، طبعا رسوماتك كلها حلوه،
بس شكرا. دي يعني انا بالنسبه لي حلوه قوي، يعني تعرف كل حد كده فيه لوحه معينه ممكن تشده، فانا مبسوطه بيكي جدا الحقيقه، ومبسوطه ان انت كنتي معانا في صباح الخير يا مصر، ودايما بنتمنى لك النجاح في كل اللي انت حابه تعمليه في الايام اللي جايه ان شاء الله. بشكرك طبعا جزيل الشكر حبيبه محمد قطب، فنانه تشكيليه.